نمساوي 90% في طريق المدرسة المبكر. والمدينة تلجي طالعة سنين من السبعينات في جازة يعني. كيما كان الحال المدينة الضرائب راح تصنع واحد اتفاق مع ضد الضريبة باش نحلوا ذاك المشكل. دونك كان اتفاق وتنشكر هنايا جميع الناس والفعاليات اللي تدخلات باش نصيبوا واحد اتفاق بينا وبين الضريبة. الله يجازيهم بخير.